كده برضو يا سيد؟ كده ما بتردش عليا؟ شريف يا حنان، انتوا فين يا عيال؟ ايوه يابا، ايوه انا جاي. الله، انتوا فين يا بنت؟ بنادي عليكم بقالي ساعه. الشريفه في المعهد وامي جوه في البيت. ومالك شكلك معيطه في ايه؟ انا؟ لا يابا مفيش حاجه، انا كويسه والله وزي الفل. هو كنا معيطه عشان بنت هبه؟ ها؟ ما هي من دوري برضو يابا. الواحد يعني يصعب علينا عيله في سنها تموت مرميه في مستشفى ولا في الشارع. يعني لو انا ولا الشريف اختي مثلا اللي في مكان. لا اعوذ بالله، انتوا متربيين، انما البنت دي كانت على حل شعرها، ملهاش ضابط ولا رابط. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامه.